أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الرابعة الرياضية إلى حلقة جديدة من برنامج الصحافة مع أبرز العناوين في الصحف المحلية والعربية والعالمية. وكالعادة البداية مع الصحف المحلية، نبدأ مع صحيفة الزوراء التي كتبت: فوز معنوي للميناء على الكهرباء بثلاثية. الزوراء يختتم منافسات الدوري الممتاز بالخسارة أمام النجف، وأربيل يتفوق على الكرخ. لجنة المسابقات اتحاد الكرة لم يقر آلية وشكل دوري الموسم المقبل لحد الآن. منتخب الشباب بالكرة الطائرة يعسكر في كرمنشاه تحضيراً لغرب آسيا. العراق يفوز برئاسة وعضوية 9 لجان في الاتحاد العربي للجودو. منتخب الشباب يتفوق على لبنان بثلاثية ودياً استعداد. المنتخبات التي ستشارك في بطولة الأردن الدولية، لنستمع. أكدت مصادر مقربة من اللجنة المنظمة لبطولة الأردن الدولية بكرة القدم أن الأخيرة وجهت الدعوة رسميا للمنتخب الإيراني من أجل المشاركة في التجمع الرباعي الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 19 حتى 27 من شهر أيلول المقبل، إلى جانب منتخبنا الوطني وسلطنة عمان والبلد المضيف. وقالت المصادر إن الاتحاد الأردني أرسل دعوة رسمية إلى نظيره الإيراني ليكون المنتخب الرابع بعد اعتذار مصر عن المشاركة بسبب التحضيرات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في ساحل العاج في العام المقبل، موضحة أن بطولة عمان ستخدم المنتخب الإيراني كثيراً أثناء استعداداته لبطولة كأس العالم في قطر 2022 عندما حل في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا وويلز وأمريكا. وأضافت المصادر أن الاتحاد الإيراني رحب بفكرة التواجد في البطولة الودية، وسيتم الاتخاذ القرار النهائي قريبا بعد مناقشة مدرب المنتخب دراغان سكوتشيتش بشأن التهيؤ لها، ولا سيما أنها تقام خلال نافذة الفيفا والتي تتيح لجميع المنتخبات الاستعانة بنجومها المحترفين في دوريات العالم، كما إنها تعد فرصة مثالية لسكوتشيتش لإعداد لاعبيه والذي لطالما اشتكى من صعوبة توفير المباريات التجريبية بسبب العقوبات المالية وتداخل الاستحقاقات الأخرى. دورينا يزدل ستاره. المرخي القطري يقدم رسمياً مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين. الشرطة قدم أجمل مواسمه الجوية وصيفاً رغم الظروف. الكهرباء يتألق مع صلاح. عبد الجبار يعيد توهج الكرخ. الطلبة يعلن رحيل مخلوف. دورينا ينتهي بموعده. الطلبة يعود لأناقته. ودرجال يلتقي رؤساء الاتحادات الفرعية.
منتخب الشباب يتغلب على لبنان وديا، اتحاد الجودو يشارك باجتماعات العربي، أبو العقل يعود للأنيق، تسوية بين النجف والتونسي الرصاصي، لابورتا نحترم بايرن ميونخ. ونبقى في الدستور ونقرأ أيضا: درجال، الاتحادات الفرعية جزء رئيسي لتطوير كرتنا، حمودي والسعي نحو الوسام الأولمبي، أربيل تستضيف مرحلة النساء الثانية للدراجات، ذهبية لتريفا في بطولة الفجيرة للجوجستو، البصرة تحتضن اجتماع رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي، نسوي الصالات يشارك ببطولة كأس العرب، الطلبة يعلن رحيل مخلوف، خمس فرق تترقب قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للسيدات، والجوية يفاوض العاني، اتحاد الجودو يشارك باجتماع العربي، وسطام السهلي نسخة البصرة ستكون استثنائية. ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد ونقرأ فيها: فاز في الأولى بثلاثية نظيفة، الشباب يلاقي نظيره اللبناني في ودية ثانية غدا، البحرين يهنئ العراق بتضييف خليج 25، ودرجال يبحث مع الاتحادات الفرعية توفير المساندة، العراق يفوز برئاسة وعضوية 9 لجان في الاتحاد العربي للجودو، اتحاد الكرة يعد بإيجاد حلول لمشكلات الأسرة التحكيمية، الملاكمة يختتم بطولة شيع جواد، الجالية العراقية في إمارة عجمان تنظم مباراة استعراضية واستذكارية للراحل مؤيد البدري، الجوية يجدد لحمادي ويتعاقد مع لاعب صفاقس التونسي. ونبقى في الصباح الجديد ونقرأ أيضا: صلاح يتفوق على دي بروين ورونالدو، ليفربول يبدأ اليوم الاستعدادات للموسم الجديد، الصربي يوكيتش باقي ضمن صفوف دنفر ناجتس، انتر يعلن التعاقد مع ميخا تريان، 11 حكما بحرينيا لقائمة النخبة الآسيوية. ننتقل إلى صحيفة الحقيقة ونقرأ فيها: استعدادا لكأس العرب وبثلاثية نظيفة، منتخب الشباب يتغلب على المنتخب اللبناني وديا، وفد المصارعة العراقية يصل البحرين للمشاركة في بطولة آسيا، اختتام بطولة العراق لرماية الأطباق والحشد الشعبي يحصد المراكز الثلاثة الأولى، اتحاد الدراجات يجري الانتخابات الفرعية، وأربيل تستضيف سباقات النساء. ونبقى مع الحقيقة ونقرأ أيضا: سلة جنوب السودان تهزم تونس بتصفيات المونديال، تشيلسي سبب تلبية ليفربول لطلبات صلاح، منافسة ديونغ وهالاند تعاكس تصريحات لابورتا، نادال يكتسح سوليجو وعتاب مع نهاية اللقاء، ساينز يتصدر التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا 1 البريطاني. مقال اليوم للكاتب علي رياح عن صحيفة الصباح بعنوان رهائن البطل الآسيوي، وفيه حديث عن حادثة حصلت مع أحد الفرق العراقية، لنستمع. جرعة مضاعفة من الاهتمام قد تنتهي إلى الضياع أو خسارة أو فشل لمشروع أو لشخص أو لقضية، فهل يمكن بالمقابل أن يكون الإهمال وعدم الاكتراث وغياب الإسناد جزءاً من عوامل النجاح إن لم تكن العوامل الوحيدة وراءه؟ مما خلفه الكاتب الكبير الراحل إبراهيم إسماعيل معلقات غاية في الروعة احتفظ بها عن رحلة فريق آليات الشرطة إلى بانكوك للمشاركة في بطولة أندية آسيا، والتي أبرزت اسم فريقنا العظيم نجماً للبطولة، حتى لو رفض خوض الختام أمام فريق مكابي حيفا الصهيوني، وحتى لو ترتب على ذلك غيابه عن منصات التتويج بطلاً لأول مشاركة ناديوية عراقية في الإطار الآسيوي. يؤكد الأستاذ إبراهيم إسماعيل الصحفي المرافق للفريق
أن وفد الآليات والذي رأسه الراحل فهمي القيمقشي نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي آنذاك قد استدان مبلغا من المال من اتحاد الكرة، وكان مفترضا أن يعيد المبلغ لدى العودة، ولم يكن في وسع الوفد بسبب الضائقة المالية أن يشتري هدايا تذكارية يمكن تقديمها في حفلات التعارف بين الوفود. أكثر من هذا، لم يتم صرف دينار عراقي واحد لأعضاء الوفد كمصرف للجيب خلافا للتقاليد المتعارف عليها في الإفادات الرسمية. لم يكن كل هذا عائقا أمام البنفسجي يحول دون الذهاب إلى بانكوك في رحلة استغرقته يوما ونصفا من السفر طبقا لما أورده الأستاذ إبراهيم، وذلك بسبب كثرة التنقل من طائرة إلى أخرى وفقا لنظام الترانسفير. أنهى الآليات مشاركته في البطولة محققا نتائج كبيرة، منها الفوز مرتين على تاج الإيراني وعلى بانكوك التايلندي وبنجاب الهندي، وقد رفض في دور المجموعات مواجهة مكابي الصهيوني ليواجهه في الختام ويرفض اللعب أمامه في عز فترات الصراع العربي الصهيوني. فيه استضافة مدينة البصرة بطولة كأس الخليج مطلع العام المقبل، وأبدى بن خليفة في اتصاله الهاتفي مع رئيس اتحاد الكرة تقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي للاتحاد بهدف إنجاح إقامة البطولة وتنظيمها بالشكل الذي يجعلها متكاملة من النواحي كافة. وقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال شكره لمبادرة الاتحاد البحريني لما تشكل من وقع إيجابي يزيد من الأواصر المشتركة ويضاعف اللحمة بين أبناء دول الخليج العربي. وبيّن درجال أن موقف الاتحاد البحريني وقبلها مواقف الاتحادين الإماراتي والقطري أكدت أن الجميع مهتم بأن تكون بطولة خليج البصرة مميزة، وهو ما نتمناه أن تكون. إلى النوارس، علمت الرابعة الرياضية من مصادر مقربة لإدارة نادي الزوراء أن اللاعب محمد عبد الزهرة أبو حالوب قريب جدا من العودة إلى صفوف النوارس بطلب من
وين أن لاعب منتخب العراق أحمد فرحان لم يحسم قرار انتقاله من فريقه الحالي نفط البصرة الناشط في الدوري العراقي الممتاز حتى الآن. وقالت المصادر أن ممثل نادي الزوراء باسم لعيبي التقى باللاعب أحمد فرحان أمس الأحد في مدينة البصرة، وقدم له عرض النادي الرسمي والذي يتضمن 200 مليون دينار عراقي، ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي للموسم الواحد، وعلى أن تكون مدة التعاقد لموسمين. وأضافت المصادر أن لاعب المنتخب العراقي منح الزوراء الأولوية في مفاوضات الأندية الأخرى في حال كانت العروض متقاربة من الناحية المالية، موضحا أن إدارة نادي الشرطة المتوج بلقب الدوري المحلي دخل خط المفاوضات في الساعات الأخيرة وسيقدم عرضا جديدا للاعب أحمد فرحان. وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة نفط البصرة منحت فرحان حق اختيار وجهته المقبلة، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التفاوض على بيع بطاقة اللاعب دون أن تحدد القيمة المالية حتى الآن. مدير نادي نوروز الرياضي منح ثقة المدرب كريم وطاقمه لموسمين آخرين. بشكل رسمي إدارة نادي نوروز تجدد الثقة بالكابتن ولكريم وكادره التدريبي لقيادة فريقها الكروي لموسمين مقبلين. ننتقل إلى الحدود ونقرأ فيه: الحدود يعزز قوته الضاربة بضمه المهاجم مصطفى محمود قادما من فريق نفط الوسط. وإلى صفحة اتحاد اليد نقرأ: في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي والمقام في جمهورية مصر العربية، حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز على منتخب إنغولا ب 28 مقابل 32 للعراق. والآن إلى الصحافة العربية ونطالع فيها أبرز العناوين والأخبار المتنوعة بعد الفاصل. ونبدأ رحلتنا العربية مع صحيفة الوطن السعودية ونقرأ فيها: نجم برشلونة على أعتاب العالم، زيدان في الفيحة، سوبر اليد في سبتمبر، الوحدة يحتفي بلاعب شبابي، أخضر 20 يستعد فنيا، لجنة الحكام تثقف الجماهير.
الموسم الماضي لدوري إدن كوب. مع صحيفة ليكيب الفرنسية، مفكر السباق الجائزة الكبرى البريطاني سانيز في المقدمة وراسل. من الصحافة اليوم، نلقاكم غدا في ذات التوقيت. إلى اللقاء.